عاجل، فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال، ننشر التفاصيل. وزيادة أسعار البنزين عالميا، ننشر قائمة أسعار البنزين عالميا ومحليا بالتفاصيل في الفيديو. وشوف معانا هتقبض كام بالزيادة المالية، إعلان جدول ومواعيد صرف مرتبات إبريل 22، بننشر التفاصيل. وفي مفاجأة كشف عن تفاصيل وأسرار لقاء الرئيس السيسي ومرسي، بننشر التفاصيل. ورسوم الاستعلام عن الرصيد، احذر طلب إيصال ورقي من ماكينات الصرف الآلي ATM. وفي التصنيف الجديد تعرف على قائمة أغنى أغنياء العرب لعام 2022. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وقبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار. واضغط على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار الجديدة أول بأول. عاوزين نوصل في هذا الفيديو ليه 1000 أعجبني أو لايك. وقبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، عاوزين نغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر، وانتوا قدها وبتعملوها. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا، ورسوم الاستعلام عن الرصيد، احذر طلب إيصال ورقي من ماكينات الصراف الآلي ATM. رسوم الاستعلام عن رصيد عبر ماكينات الصرف الآلي ATM. كان البنك المركزي في نهاية ديسمبر الماضي قرر مد مبادرة إلغاء رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM بسبب ما حدث في مصر، لتنتهي في شهر يونيو المقبل 22، وذلك في حال عدم طلب العميل إيصالا ورقيا أو الاكتفاء فقط بقراءة الرصيد من شاشة ماكينة الصرف الآلي. قرار من البنوك التجارية. البنوك التجارية لجأت إلى قرار رسوم على طلب إيصال ورقي أثناء الاستعلام عن الرصيد، وذلك بسبب توقف إيراداتها من عمولات السحب النقدي من غير عملائها مع زيادة تكلفة شراء لفافة الورق. رسوم الاستعلام عن الرصيد حالة تم طلب إيصال ورقي من الATM. بنك القاهرة بيخصم 5 جنيه عند الاستعلام عن الرصيد في استخدام العميل ماكينة أخرى. بنك الإسكندرية بيخصم 3 جنيه أثناء الاستعلام عن الرصيد في استخدام عملائه ماكينة صرف آلي أخرى. بنك مصر بيخصم 50 قرشا فقط للاستعلام عن الرصيد لعملائه أو غير عملائه. البنك العربي بيخصم 3 جنيه حال الاستعلام عن الرصيد. البنك الأهلي المصري بيخصم 50 قرش في حالة الاستعلام عن الرصيد لعملائه وغير عملائه أثناء طلب إيصال ورقي، ويكون مجانا دون إيصال. بنك HSBC الاستعلام عن الرصيد بيكون مجانا، وبنك QNB بيخصم 50 قرش على عملائه وغير عملائه. وبنك فيصل الإسلامي الاستعلام عن الرصيد مجانا، وبنك البركة الاستعلام عن الرصيد مجانا. المصدر معانا كان من صحيفة المصر اليوم، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر معانا، وشوف معانا هتقبض كام بالزيادة المالية. المالية تعلن عن جدول ومواعيد صرف مرتبات إبريل 22 لجميع العاملين بالدولة. بالنسبة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، كشفت وزارة المالية عن مواعيد صرف رواتب شهر إبريل 22، كما سيتم صرف زيادات جديدة معها، سواء الخاصة بالعلاوة الدورية أو الخاصة، بالإضافة إلى زيادة قيمة الحافز الشهري الإضافي للعاملين في الحكومة، وذلك وفق حزمة القرارات الاجتماعية التي أقرتها الحكومة الشهر الماضي، ووزعت الوزارة نقاط الصرف على يومين بالإضافة إلى اليومين الإضافيين اللذين يمكن فيهما الصرف لأي مؤسسة لم تقم بصرف رواتب موظفيها في اليومين الأولين. وفي بيان سابق لوزارة المالية قال طارق بسيوني رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية إنه تقرر تحديد يوم الأربعاء 20 إبريل صرف رواتب شهر إبريل للعاملين في 33 وزارة وهيئة، وتحديد يوم الخميس 21 إبريل لصرف رواتب شهر إبريل للعاملين في 33 وزارة وهيئة، ثم صرف رواتب جميع العاملين في الوزارات والهيئات الأخرى يومي الثلاثاء والأربعاء 26 و27 إبريل. وجاء جهات صرف يوم 20 إبريل كالتالي: وزارة الصحة والتضامن الاجتماعي والتموين والنقل والاتصالات والقوى العاملة والإنتاج الحربي والهجرة وشؤون المصريين بالخارج وقطاع الأعمال العام وشؤون مجلس النواب والداخلية والأوقاف والثقافة والآثار والإسكان والتجارة والصناعة والطيران المدني والبيئة والسياحة والبترول والمؤسسات التابعة لهذه الوزارات،
والمصالح والهيئات العامة الخدمية الاقتصادية، المديريات الخدمية بالمحافظات، الشؤون الصحية والتضامن الاجتماعي والتموين والتجارة الداخلية والطرق والنقل، والقوى العاملة والإسكان والمرافق، المؤسسات والهيئات المستقلة مثل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للصحافة والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني والأمانة العامة لمجلس الأمن القومي والجهاز المركزي للمحاسبات ومجلس النواب. جهاز صرف يوم 21 إبريل الوزارات التعليم العالي والتنمية المحلية والعدل والكهرباء والتخطيط والاستثمار والتعاون الدولي والتربية والتعليم والزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري والخارجية والشباب والرياضة والمالية والمؤسسات التابعة لهذه الوزارات، المصالح والهيئات العامة الخدمية الاقتصادية، المديريات الخدمية في المحافظات، التربية والتعليم والزراعة والطب البيطري والشباب والرياضة ودواوين عموم المحافظات ومديريات التنظيم والإدارة والجامعات بمختلف المحافظات، الهيئات والجهات المستقلة، القضاء والنيابة العامة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة العامة للرقابة المالية والمحكمة الدستورية العليا ودار الإفتاء المصرية واللجنة العليا للانتخابات ومعهد الخدمات المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والأزهر الشريف ورئاسة مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية وغيرها من الجهات الأخرى. يوم 26 و 27 إبريل جميع الوزارات والمؤسسات التي لم تدفع رواتب موظفيها في اليومين الماضيين. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر وننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل. الفيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال. كشف الإعلامي محمد شبانة أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أبلغ اتحاد الكرة المصري بتحويل شكواه بشأن مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم المؤهلة إلى كأس العالم قطر 22 إلى لجنة الانضباط للبت في إمكانية إعادة مباراة مصر والسنغال. وكان الاتحاد المصري لكرة القدم تقدم بشكوى رسمية إلى فيفا على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها مباراة مصر والسنغال ضمن منافسات إياب الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 22. المصدر معانا كان من صحيفة صدى البلد وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر وفي مفاجأة. الكشف عن تفاصيل وأسرار لقاء الرئيس السيسي ومرسي، ننشر التفاصيل. يواصل مسلسل الاختيار 3 في مصر كشف التفاصيل الخفية والكواليس الغائبة خلال فترة من أهم فترات التاريخ المصري أثناء فترة حكم الإخوان لمصر. وتبدأ الحلقة الخامسة للمسلسل مع مخططات مؤسسة الرئاسة ومكتب الإرشاد للتجهيز للإعلان الدستوري الذي يعتبر الخطيئة الكبرى للرئيس السابق محمد مرسي في حق المصريين، حيث استغنى به عن الدستور ومنح نفسه صلاحيات كاملة فرض بها سطوته على سلطة التشريع ممثلة في مجلس الشعب والشورى، وأقال به النائب العام بعد سطوته على مؤسسة القضاء أيضا. وشهدت الحلقة الإعلان الدستوري الذي فاجأ به محمد مرسي المصريين، حيث خصص مجموعة من خبراء القانون التابعين للجماعة عكفوا عليه سرا وأخرجوه للشعب جهرا في مفاجأة لم تتوقعها القوى السياسية حينها. ويكشف المسلسل عن الغضب العارم الذي انتاب القوى السياسية بسبب الإعلان الدستوري ومنح الرئيس نفسه صلاحيات مطلقة وصفها الشعب حينئذ بالسطو على حق السلطات. وانطلقت التظاهرات والاحتجاجات في كل ربوع مصر لرفض الإعلان الدستوري، وانطلقت مظاهرات الإخوان في مشهد كان إيذانا بحرب أهلية بين الطرفين. في يوم 25 نوفمبر اجتمع الرئيس السيسي بمرسي العياط في قصر الرئاسة وقال له نصا كده البلد رايحة في سكة الانقسام بسرعة شديدة جدا، سيادتك عارف ان الجيش لا يمكن يسمح بكده، البلد دي لو دخلت في سكة حرب أهلية هتخرب، مش هيفضل فيها حاجة لا للإخوان ولا لغيره، سيادتك رئيس الجمهورية المنتخب ومقاليد الحكم في إيدك، ياريت يا فندم ما نتسرعش، لازم القرارات تبقى مدروسة شوية حفاظا على استقرار الأوضاع. وردا على تعقيب مرسي أنا استعملت سلطاتي كرئيس للجمهورية، قال الرئيس السيسي احنا لازم نراعي النتائج يا سيادة الرئيس. الموقف في الشارع سخن جدا وفي صدام ما بين الإخوان والثوار، لو الإخوان كانوا مشغولين بالبلد مش الجماعة
كناش بقينا في الوضع ده. يعقب مرسي: أفهم من كده أن القوات المسلحة غير راضية عن الإعلان الدستوري. الرئيس السيسي قال: الجيش المصري يا فندم ضد حدوث فتنة وانقسام وعدم الرضا في الشارع والأحزاب والاتحادات، حتى مؤسسة الرئاسة نفسها فيها من يعترض عليها بدليل مستشارين سيادتك قدموا استقالتهم. لابد من تصحيح الموقف، لان الامور لو زادت عن كده الجيش مش هيقدر يتدخل، يعني الضابط والعسكري كلهم من الشعب يا فندم، ولو سيادتك مش موافق على كلام استقالتي هتكون موجودة قدام سيادتك بعد دقيقة واحدة. المصدر معانا كان من صحيفة صدى البلد. اترك لحضراتكم التعليق على احداث المسلسل. عاوز اعرف رأيكم في مسلسل الاختيار الجزء الثالث بطولة ياسر جلال اللي بيقدم لنا شخصية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. ننتقل مع بعض الخبر اخر، وفي التصنيف الجديد تعرف على قائمة اغنى اغنياء العرب لعام 22. اصدرت مجلة فوربس الامريكية قائمتها السنوية لاثرياء العالم لسنة 22، وورد فيها ان الجزائري ريبراب ثاني اغنى رجل عربي بعد المصري ساويرس. ووفق المجلة الأمريكية فإن القائمة هذه السنة ضمت 2668 ملياردير بانخفاض 87 ملياردير مقارنة بالسنة التي قبلها. وفيما يخص الأثرياء العرب فقد ضمت قائمة فوربس 21 ملياردير عربيا، من بينهم الجزائري يسعد ربراب، وحل المصري ناصف ساويرس في المرتبة الأولى عربية بثروة بلغت 7.7 مليار دولار. وجاء في المرتبة الثانية أغنى رجل في الجزائر بمجموع ثروة قدرت ب 5.1 مليار دولار، بينما حل نجيب ساويرس ونجيب ميقاتي وطه ميقاتي بثروة 3.4 و 3.2 و 2.3 تواليا. وحسب المجلة الأمريكية التي متخصصة بمراقبة الثروات ونمو الشركات، فإن عدد المليارديرات العرب نقص في تصنيف السنة الجديدة بعد وفاة رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم، وخسر الأثرياء العرب 5.5 مليار دولار من ثرواتهم خلال سنة، حيث بلغت ثرواتهم السنة الماضية 59.9 مليار دولار، بينما وصلت في 22 ل 54.4 مليار دولار. المصدر معانا كان من مجلة فوربس الأمريكية. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. ننتقل مع بعض الخبر الأخير معانا، وزيادة أسعار البنزين عالميا. ننشر قائمة أسعار البنزين عالميا ومحليا بالتفاصيل. شهدت أسعار البنزين ارتفاعا ملحوظا حول العالم، إذ تأثرت أسعار البنزين في الفترة الأخيرة بأكثر من عامل، ما دفع بالجميع إلى البحث عن أسعار البنزين الجديدة وخاصة سائقين السيارات. ونشرت اليوم وزارة البترول والثروة المعدنية أسعار البنزين اليوم في مصر على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، كما نشرت أسعار البنزين بكافة أنواعه وأسعار السولار والكيروسين وغيره من أسعار المنتجات البترولية المختلفة. أسعار البنزين في مصر: جاءت أسعار البنزين في مصر بناء على ما نشرته وزارة البترول والثروة المعدنية على موقعها الرسمي على الإنترنت كالتالي: سجل سعر لتر بنزين 80 بسعر 7 جنيه وربع، في حين جاء سعر بنزين 95 بسعر 9 جنيه ونص، كما سجل سعر بنزين 92 بسعر 8 جنيه ونص. الكيروسين جاء بسعر 6 جنيه 75 قرش للتر، والسولار 6 جنيه 75 قرش للتر، والبوتاجاز جاء 70 جنيه للإسطوانة. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار. أتمنى أكون خفيف على حضراتكم، ما تقلتش عليكم. كان معكم إسلام الأمير من قناتكم وصفحتكم مصر ميديا اي بي على الفيسبوك وعلى اليوتيوب بنفس الاسم. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.